الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل لم يعد فيه أي لبس، يعني واضح أصبح دعم عسكري ودعم سياسي، وكما أشرت أنت وكما أشار التقرير استخدام أمريكا لحق النقد في مجلس الأمن لمنع صدور قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. أمريكا تعتبر أمن إسرائيل هو أولوية بالنسبة لها، تقدم لها كل الدعم، لكن أمريكا محرجة اليوم إزاء ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من استهداف للمدنيين بشكل كبير جدا للمستشفيات، واليوم سمعنا عن دخول إلى مستشفى جديد في منطقة في قطاع غزة. لذلك قد يحاول الرئيس الأمريكي أو بعض المسؤولين الأمريكيين نوع من بداية تعديل في الخطاب، لعل ذلك يساهم في تخفيف الغضب أو النقد الكبير للمواقف الأمريكية. لكن برأيي أمريكا، وهذه ليست رأي، هذا موقف وهذه معلومات، أمريكا تدعم أمن إسرائيل، تقدم كل الأسلحة، وسمعنا عن استخدام القنابل الفوسفورية التي قدمتها أمريكا وهي تستخدم اليوم في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. أمريكا يعني بالنسبة لها أمن إسرائيل أولوية، لكن أمريكا الإدارة الأمريكية محرجة بشكل كبير اليوم إزاء حالة الاعتراض داخل أمريكا وخارج أمريكا. طيب، لذلك نعم، قد يكون هذا التصريح من أجل امتصاص هذا الاعتراض أو هذه لكن النقمة أستاذ، على مواقفه الداعمة لإسرائيل.